يا مساء الفل والورد والياسمين، عليكم يا أحلى مشاهدين في الدنيا. النهاردة حلقتنا مختلفة تماما وإن شاء الله تعجبكم جدا جدا. النهاردة 8 رجب، يعني باقي 52 يوم على شهر رمضان، شهر الخير، شهر البركة والعطاء. مين فينا ناوي يبدأ من دلوقتي إنه يقرب من ربنا وينتظم في صلاته عشان ربنا يحقق له كل أمنياته، وكمان عشان يرضى عليه ويبارك له في حياته؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أطلق على شهر رجب هو والصحابة ثلاث أسماء. رقم واحد شهر الأصم، وتسمى كده لأن الناس كانت بتقفل ألسنتهم وآذانهم وأيديهم عن أي ذنوب ومعاصي، وكمان كان من الأشهر المحرم فيها القتال. رقم اتنين شهر الأصب، وتسمى كده لأن ربنا سبحانه وتعالى كان بيصب فيه الرزق صبا صبا. رقم تلاتة شهر البركة، قال رسول الله: اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب. نبدا بقى في حلقتنا النهارده، وحلقه مميزه جدا جدا مع اخصائيه جامده عامله ضجه في مجال البشره والشعر على السوشيال ميديا. رحت جربتها بصراحه وجربت الخدمات اللي هناك، الكلينيك تحفه جدا جدا، كل الخدمات هناك ممتازه ممتازه بمعنى الكلمه، ودي عن تجربه شخصيه وعلى ضمانتي. معانا اخصائيه تجميل البشره والشعر الاء الشبراوي، اهلا بيكي. اروى عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. ايه الحلاوه اللي انت عاملاها على السوشيال ميديا؟ بجد يا جماعه احنا نعرض صور قبل وبعد، بس بعد نتكلم شويه هتنبهروا بجمال الحاجات اللي هي بتعملها، يعني بجد فظيعه. ربنا يخليكي، تسلمي لي. بما اننا بقى في فصل الشتاء وناس كتير بشرتها بيحصل لها جفاف وبتتعرض كمان للقشره، فقولي لنا ازاي نهتم ببشرتنا وايه الروتين اللي نمشي عليه؟ بصي، هو مبدئيا كده احنا لازم نعوض الجفاف ده باننا نشرب ميه، وما ننساش شرب الميه مهم جدا، فلازم نشرب مش اقل من 2 لتر ميه في اليوم. كمان غير الروتين بتاعنا بيبقى عباره عن غسول، تونر، سيروم، كريم مرطب، واي كريم طبعا. طب التونر ايه اهميته؟ بصي، هو التونر بيعادل بي اتش اللي في البشره، هو معامل التوازن بين قلويه وحمضيه البشره، فهو بيعادل البي اتش اللي في البشره وبيخليها متوازنه. طب هو فعلا زي ما بنسمع ان هو بيقفل او بيصغر حجم المسام؟ لا، مفيش تونر بيصغر حجم المسام، هو ممكن يقبض المسام شويه، وده التونر الكحولي. لكن التونر العادي هو بيعادل البي اتش، لان بعد الكلينسر المفروض البشره ما بتبقاش متعادله، فهو بيعادلها. طب ايه بقى السيشنز اللي ممكن نعملها في الكلينيك علشان بشرتنا المسام اللي فيها يبقى شكله صغير شويه او خفيف؟ بصي، هو بيبقى هو الكومباينيشن معتمد على الجلسات في الكلينيك وما بين الكريمات اللي بتكتبها الدكتور المتخصص. فالمفروض الكريمات دي بتبقى بتحتوي على ريتينويك اسيد، وطبعا الجلسات بتبقى في اكتر من حاجه على حسب الحاله، في زي الفراكشنال ليزر، ممكن الديرما بانو، جلسات المايكرو نيدلينج كلها، ممكن الاكوا ستامب برضو، في اكتر من جلسه، بس المهم اهم حاجه الحاله. انت بتقولي لنا حاجات اول مره نسمعها متفوقه جدا في مجال البشره. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي حبيبه قلبي. في دلوقتي كمان ستيشنز كتير قوي للبشره زي الديرما بان والبيلينج والليزر كربون او الكربون ليزر والهوليود ليزر، قولي لنا بقى دول بيعملوا ايه ونعملهم اصلا ليه لبشرتنا؟ بصي، هو اولا في الفراكشنال ليزر ده عباره عن نوع ليزر معين بيعمل بيلينج للبشره بس بعمق، فطبعا لو في اي بيجمنتيشن، في سكارز، في مسام واسعه زي ما قلنا، الفراكشنال ليزر بيبقى حلو جدا للجلسات دي، الجلسات دي بتبقى حلوه جدا. بس يعني بنقعد قبلها كام يوم في البيت، يعني مش قبل يعني اسبوع 10 ايام، نبقى عاملين حسابنا ان احنا بنقعد 10 ايام في البيت. ده بالنسبه للفراكشنال ليزر عشان هو بيبقى عميق شويه. اما الديرما بان، بصي بتختلف شويه برده على حسب الحاله، انا بحدد الجلسه اللي تمشي مع الحاله ايه. فالديرما بان دي عباره عن سنون زي شكشكه كده، ببدا اشكشك بيها البشره، فهي وبحط طبعا معاها فيتامينز او اشوف ايه المشكله بتاعه البشره وابدا اشتغل عليها. مثلا لو بيجمنتيشن في البشره، ابدا احط حاجه تديني وايتنينج عشان توحد لون البشره، ده بالنسبه للديرما بان.
بتخلي البشره جلوي، وعلى حسب برضو المشكله انا بتحكم في السن. يعني هي بتبقى مجموعه سنون، فانا بتحكم في السن المفروض بشتغل بيه. يعني ما ينفعش اجي اقول لك لا استخدمي لي مقاس كذا؟ لا طبعا، على حسب المشكله بستخدم المقاس. طب في حاجه كمان حلوه قوي بنشوفها في الكلينكس، التنظيف. ايه بقى الفرق بين التنظيف العادي والنتياج؟ بصي، هو التنظيف العادي بيقتصر على ممكن ننظف، نعمل اكستراكشن، نشيل الوايت هيدز والبلاك هيدز والدهون اللي هي الرؤوس البيضة والسودة والحاجات دي. وطبعا بيبقى قبلها ستيمر، بنشغل الستيمر علشان خاطر نعرف نطلع ونعمل اكستراكشن. لكن النتياج بيبقى معالج، يعني مش بيقتصر على التنظيف بس، لا بيبقى معالج. يعني مثلا لو في اي بيجمنتيشن في البشرة، في اكني، ده كله بيعالجوا الاجهزة دي. وبنشتغل طبعا باجهزة زي اجهزة الهايدرا فاشيال، بيبقى فيها اكتر من هيد، زي الهاي فريكوانسي والراديو فريكوانسي، في كمان الالترا سونيك. كل الاجهزه دي بتشتغل على طبقات الجلد اللي جوه، بنشوف ايه المشكله وبنبدا نعالجها باجهزه الهايدرا فيشن. طب انا لو جيت بقى الكلينكس وقلت لك اعملي لي جلسه من الجلسات دي، ممكن ان انا خلاص عملتها فالروتين اليومي بتاعي استغنى عنه، ما اعملش اي حاجه في بشرتي، خلاص كده انا عامله جلسه ومروقه على بشرتي خلاص؟ لا طبعا، ده ما بيغنيش عن ده. هو المفروض ان انا بعد ما الكلاينت بتمشي من العياده، بنتفق ان احنا بنكتب روتين مناسب طبعا لنوع البشره، علشان الروتين بيكمل طبعا الجلسه بتاعت الكلينك. طب انا برضو عملت الجلسه دي وبس عندي في البيت مش في العياده، ما جيتش ان انت تعمليها لي وعملتها انا في البيت، ده بيغني ان انا اروح اعملها في العياده؟ هي مش بتغني، بس طبعا دي حاجه كويسه جدا للاهتمام، ان انا اهتم طبعا ببشرتي في البيت، دي حاجه كويسه جدا. بس طبعا زي ما قلت ان التنظيف العادي غير النوتياج. النوتياج بيبقى عميق شويه، زي ما قلنا بنشتغل باجهزه، بنطلع اول طبقات الجلد، بنشيل الطبقه الاولانيه خالص. فطبعا عشان لما احط اي برودكت او اي سيرمز او اي حاجه تبدا البشره تستوعبها بشكل حلو قوي. يعني ما ينفعش ان انا اعمل في البيت نوتياج، انا ممكن اعمل التنظيف العادي لكن ما عنديش اجهزه. لا، الاجهزه بتبقى في الكلينكس بس. واشهر الاجهزه دلوقتي جهاز الهايدرا فاشيال، وكمان موجوده عندنا في العياده، فده بيحقق نتائج حلوه قوي. يعني العياده ايه؟ عيادات سيفيلي. موجوده فين بقى؟ في مدينه نصر 84 شارع الطيران. تمام. كمان في حاجه شفتها في الكلينكس عندكم، حاجات للبشره كده وماسكات، انا مش عارفه هي ايه بس هي تحفه. نتائجها حلوه قوي، يعني تحطي الماسك حاجه تشيليه، ايه ده؟ مين دي؟ بصي انواع الماسكات كتير جدا، وطلعت دلوقتي في زي، طب معلش هقطعك بس في اتصال. ايوه ام ملك. السلام عليكم. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم، كل طيبه. وانت طيبه يا قلبي، تسلم. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت انا بيطلع لي رؤوس سودا في وشي، وبشرتي على طول بتبقى فيها عك ودهنيه، بس انا ما بستعملش اي مكياجات. بس ايه؟ ما بستعملش اي مكياجات ولا اي حاجه، ما مش ماشي على روتين؟ ما بحطش حاجه على وشي خالص. تمام. لا طب ماشي على اي روتين؟ لا انا عندي 35 سنه. نوع بشرتك ايه؟ طيب يا ممال، 35 سنه يا دكتوره. وشعري دامع جدا. شعرك ايه؟ وحصل له عجز كده، ولا بطول ولا بيصر ولا اي حاجه. لو تنصحيني باي حاجه تشيلها له. شعري ناعم. ايه المشكله فيه؟ قصير، قصر من نفسه كده جدا. خفيف يعني؟ خفيف وقصر من نفسه، ما بطولش. غلبت اجيب له حاجه ما بطولش. تمام. لو تنصحيني باي حاجات لشعري وبشرتي. هي حصل الحاجات دي بعد ولاده، بعد جبت 3 اطفال ورا بعض. تمام. وبعد كده حصل الحاجات دي في شعري وفي وشي. طب ايه رايك يا ام ملك تجربي السيشنز بتاعتها؟ وكمان هي عامله لنا اوفر وخصومات حلوه قوي، يعني هي اصلا اسعارها في العادي حلوه، ما بالك بقى لما بتعمل خصم عشان كل المشاهدين الحلوين اللي هو انت منهم، فهتعمل لك خصم كمان على السيشنز دي. بورسعيد. اهلا. خلاص، هي الدكتور هتقول لك على روتين هتمشي عليه وازاي تشيليه. ونورتينا يا قلبي. بصي، هو مبدئيا احنا لازم نعرف نوع البشره ايه ونمشي على روتين. هي بتقول لي انا اصلا ما بحطش اي حاجه، وحتى لو ما فيش ميك اب بس لازم يبقى فيه روتين.
لان اصلا دوره الجلد الميت بتبدا من بعد سن العشرين، فطبيعي ان احنا حتى لو مش بنستخدم اي ميك اب او اي حاجه لازم نستخدم روتين. الروتين زي ما قلت عباره عن غسول وطبعا اسكراب مره اسبوعيا علشان خاطر نشيل الجلد الميت. لازم يعني هي لازم تجيب غسول وتجيب سكراب. ممكن تعمل سكراب في البيت؟ ممكن تعمل سكراب في البيت، بس انا مش برجح السكراب اللي هو بيبقى حبيبات عشان ممكن يجرح البشره وخصوصا للبشره الحساسه. فطبعا يستحسن ان هي في حاجات بتبقى في الصيدليه، حاجه زي بيلينج كده بيتحط وتستني بيه شويه وبنبدا نفركه، فطبعا ده بيبقى كويس جدا للبشره، حتى كمان الانجريدينتس بتاعته بتبقى مفيده جدا للبشره. طب معانا مريم، اهلا بيكي يا مريم. اهلا بحضرتك، نورتينا، ربنا يخليك. نفسي تسلمي يا رب. بعد اذنك انا عايزه اكلم الدكتوره. اتفضلي معاكي. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا. ايه؟ الحمد لله. حضرتك بص، هو انا عندي شعري يعني هو طويل وكل حاجه كويس، بس مشكلته ان هو بيسقط على طول وبيسقط من جذور، اللي هو مثلا مش بيتقصف او كده، لا ناشف يعني. طيب انت حللتي؟ لا، وانا ما عملتش اي حاجه ولا جربت ان انا اروح في انيميا. طيب عندي انيميا. تمام، ما احنا لازم نعالج طبعا الاول، ده بيبقى من اسباب تساقط الشعر، يعني لازم نشوف الخلل ايه او سبب التساقط ايه ونبدا بقى نعالجه سواء بجلسات او طبعا بروتين بنكتبه. تمام ماشي. شوفي بقى الانيميا لازم تعالجيها الاول زي ما الدكتور قالت لك وتظبطي الدنيا. اهم حاجه ان انا اعرف ايه الخلل في ايه. طبعا بيبقى المشاكل كتير جدا والاسباب كتير جدا، فلازم اعرف الخلل في ايه. وهي بتقولي انا عندي انيميا، طبعا ده من اسباب تساقط الشعر. الانيميا بتدمر الشعر والبشره كله طبعًا. فلازم تعالجها، تجيب لها اي حاجه من الصيدليه وتظبطها. تمام. ايه بقى كان في سؤال، كانت هي عايزه الرؤوس السوداء والحاجات دي. بصي، اولا هو البلاك هيدز والوايت هيدز بتطلع اكتر للبشره الدهنيه، تمام، يعني البشره الدهنيه والبشره المختلطه. فطبعا المفروض بشكل دوري احنا بننظف البشره. لو هيبقى في البيت، هي بتجيب ابره الرؤوس السوداء بتبقى موجوده عند اي محلات اللي هي الميك اب، وبنبدا نعمل ستيمر لبشرتنا في البيت وبعدين. طب معانا، معلش يا دكتور، معانا كمان مريم جمال غير مريم الاولى. ماشي. اهلا بيكي. الو الو الو، وطي صوت التلفزيون شويه واسمعينا من الموبايل عادي. الو. ايوه معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ انا بشرتي جافه قوي وبتطلع لي فيها حبوب. جافه وبتطلع حبوب؟ طب بتطلع في اماكن معينه ولا في كل الوش؟ لا، في وشي ووشي يعني تحت عيني كده، مكعب تكعيب. تحت عينك. اوكي. دي تجاعيد، لكن الحبوب بتطلع فين في الوش؟ هو طالع في وشي كله، في وشها كله. وبشرتك جافه؟ انت متاكده ولا احنا عشان ما بنرطبش كويس؟ لا، هي بشرتي جافه وتحت عيني على طول كده مكعب. انت تجعيد. عندك كام سنه؟ طلعت لي فجاه. وايه؟ الحبوب فجاه طلعت فجاه. طب استخدمتي اي حاجه جديده على البشره؟ اي برودكت استخدمتي لبشرتك؟ لا. حاجه معينه هي طلعت لك الحبوب دي ولا هي طلعت لوحدها؟ لا، هي طلعت لي كده مره واحده. اه. طيب كان في مثلا بيريت او اي ستريس، يعني انت كنت مضغوطه او في اي حاجه ستريس عليكي؟ لا، هي طلعت لي كده وكشفت، قال لي ده حد شباب، بس هي ما بتروحش. انت عندك كام سنه؟ عندي 17. 17؟ طيب يعني اوكي، مش هقول لها. ده طبعا طبيعي جدا لانه ممكن يكون حبوب شباب. زي بس اللي هي جافه هي اصلا بتقولي ايه؟ قولي. طيب تمام، نورتينا وشكرا لاتصالك. هي الحبوب عندها، عايزه حاجه علاج ليها وبشرتها جافه. بصي، هي عموما البشره الجافه بتبقى صعب جدا ان هي يطلع فيها حبوب، عشان كده بتاكد منها. لازم نعرف نوع البشره، هي الحبوب بتطلع اكتر للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. تمام. فطبعا لازم هي تشوف السبب ايه، وهو طبعا هيكون الاكني، الحبوب. فده طبعا ده طبيعي جدا، في زي جلسات وطبعا في زي ادويه.
فما بتروحش لوحدها. ينفع تقولي لها حاجه تستخدمها للحبوب؟ لا طبعا لا، لازم كشف طبعا، لازم نشوف الحاله ايه. خلاص انت ممكن تروحي للدكتور وتشوف لك موضوع الحبوب ده وان شاء الله تعالجيه. حتى لو بعيده تروح تكشف في اي مكان وتشوف يعني ايه المشكله، وطبعا بيبقى في حاجات كتير جدا للعلاج. نيجي بقى لتاني جزء واهم جزء واللي محيرنا كلنا، تاج المراه. نيجي للشعر يا جماعه، الشعر اللي بصي فيش واحده ايه انا شعري قصير، انا شعري طويل، انا شعري، كلنا مش عاجبنا شعرنا. دلوقتي في كمان جلسات ظهرت كتيره جدا زي مثلا الميزو سيرابي، الديرما بين كمان، الجروس فاكتورز والبلازما كمان. الحاجات دي كلها كلمينا بقى عنها وبتعمل ايه. بصي طبعا دي حاجات مفيدة جدا للشعر لأنها فيتامين. معلش يا دكتور معانا محمد. اوكي. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ايوه اتفضل. ايوه يا بابا. ايوه احنا بنرحب بيكي وبالبرنامج بتاعك ده وبنقول لك ربنا يوفقك. الله يخليك يا رب وربنا يخليك لي. وبنشكر برضه الأستاذة علاء اللي معاكي خبيرة البشرة على البرنامج وعلى المعلومات المفيده اللي هي بتقدمها للبشره ديت والنصائح اللي بتقولها ديت. شكرا. شكرا لاتصالك، نورتنا والله. وربنا يبارك لك ويزيدك في التقدم وفي النجاح ان شاء الله. اللهم امين يا رب. التوفيق ان شاء الله. امين يا رب. تسلم يا رب. شكرا لك والمضيفين معك. الله يخليك يا رب. شكرا. وعليكم السلام، نورتنا وشكرا لاتصالك. البلازما احنا كنا بنتكلم عن البلازما. طبعا البلازما دي حاجه حلوه جدا لانها اصلا طبيعيه، احنا بنبدا نسحب البلازما دي اللي عملتها لي صح. اه خطيره والله العظيم خطيره، بتطلع بيبي هير بجد خطيره يا جماعه. طبعا اللي هو بتلاقي شعر كده طلع ازاي ما تعرفيش. هي جميله، بس هي الفكره مش جلسه ولا اتنين. احنا زي ما انت جيتي لي الكلينيك وقلت لك احنا اقل حاجه بيبقى 4 جلسات، بيبقى صحيح. كورس طبعا بنكمله كله على بعض. وهي حاجة طبيعية جدا، ما فيهاش أي أذى للشعر ولا الفروة ولا أي حاجة، لأنها بتحفز بصيلة الشعر. فبنبدأ نسحب دم من جسم المريض، وبعدين بنفصله، وبعدين بناخد البلازما البي ار بي، وبعد كده ممكن نضيف عليها فيتامينز جروث فاكتورز. هي اصلا اوريدي بيبقى فيها جروث فاكتورز طبيعيه، ممكن نضيف عليها كمان على حسب برضو الحاله. لو في بقى فراغات في الشعر بنبدا نحقن في الاماكن دي، فطبعا بتبدا تنبت شعر وبتطلع بيبي هير وبتقل شعر وبتوقف التساقط. حلوه جدا حقيقي، انا شفت دفع حلوه جدا. معانا ام ملك. الو. اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. اهلا بيكي يا ام جنى. لو سمحتي انا بشرتي سمرة خالص. سمرة؟ ده لونك اصلا الطبيعي؟ بشرتي سمرة خالص. هو استثمرت لوحدها ولا انت اصلا لونك اسمر يعني؟ لوني اسمر. تمام. طب ايه المشكله؟ هي عايزه تفتح بشرتها. لا لو اللون كله اسمر مفيش حاجات. هو انت عايزه تفتحي بشرتك يعني؟ الشبكه فيها. طب هي الاتصال قطع، شكرا لاتصالك. بصي هو عموما لو الجسم كله لون واحد ده مفيش حاجه بتفتح لون البشره الاصلي اللي ربنا خلقنا بيه، لكن طبعا لو من الشمس بقى في بيجمنتيشن، في بقع البشره طبعا اغمقت شويه عن لون الجسم درجتين ثلاثة، ده كله ممكن نتعامل فيه ونقدر نرجعه عادي جدا بجلسات البيلينج، المايكرو نيدلينج. في اكتر من جلسه بنقدر نفتح بيها او نرجع بيها البشره تاني، لكن اللون الاساسي لا مفيش حاجه. يا اعجبك بشرتك يعني؟ انا بشرتي سمرة حلوه وبيضه حلوه برضو. ده حلو ده حلو. طبعا حبي نفسك بجد. أيوه. يعني البنات السمرة بتبقى جميله برضو يعني. كنت عايزه كمان اسالك على حاجه شفتها عندهم في الكلينك برضو خطيره يا جماعه، انا بصراحه اول مره اشوفها. مين فينا عجبه مناخيره صغيره كبيره؟ هي مش عجباني وهي كمان بوقعها استراتيجي يعني في النص كده، اللي هو انا مناخيري مش عجباني والعمليات الجراحيه صعبه جدا ان انا اروح واعمل مش عارفه ايه. ظهرت بقى تقنيه جامده جدا خطيره يا جماعه، خطيره دلع دلع. بصوا بتصغر المناخير من غير جراحه، انتوا متخيلين؟ اسمها البلازماج، كلمينا بقى عنها. بصي هو البلازماج طبعا تقنيه هي كانت موجوده، بس طبعا بدات تطلع دلوقتي لانها بتستخدم في اكتر من حاجه، مش المناخير بس. طبعا بنستخدمها في كمان في تهدل الجفون، كمان ممكن نعمل بيها كونتورنج للشفايف من غير حقن فيلر او اي حاجه.
هي بتبقى عبارة عن نوع ليزر معين بيطلع يعمل زي نقط كده في المكان اللي المفروض بنشتغل عليه ونشوف ايه المشكلة، بتكنيك معين على حسب الاريا. وبعد كده المفروض النقط دي بتبدأ تقع من اسبوع لعشر ايام. وبعدين بتبدأ بقى هي بتشتغل على انكماش الجلد سواء المناخير. طبعا لو انا اشتغلت عليها بتلاقي من اول سيشن المناخير بدأت تلم، تمام، وبتبقى من اول سيشن فعلا نتائج حلوه جدا، وكل اللي جربها الحمد لله يعني مبسوط بيها. حلوه قوي. كمان بتستخدم لتعدل الجفون، يعني لو المكان ده تحسي ان نازل شويه نازل عليها بالظبط، الجفن نازل بنبدا نشتغل برده، بتشد الجفن جدا. كمان هي زي ما انا بقول لك يعني بتخلي الجلد ينكمش. تمام. كمان بتستخدم في الستريتش ماركس. حلوه قوي. يعني لو الاستريتش ماركس حمراء طبعا بتروح. طب ولو بيضه بتقل معاكي بنسبه كبيره جدا، ممكن نوصل ل 80% يبقى خط خفيف قوي. طب حلو قوي. كمان بتعالج الدبل تشان. يعني لو في دبل تشان ممكن بالبلازماج بنسبه برده 70-80% بتروح، بتبقى حلوه جدا. اللي هو اللغد. اللغد. فحتى كمان بصي هي بديل كمان للبوتوكس. واو. لو في مثلا رينكلز وخطوط رفيعه بنبدا نشتغل بيها بتشد الخطوط دي، فهو يعني تقنيه حلوه جدا جدا. ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ دي حلوه قوي التقنيه دي، ده انا لازم اجي اعملها. لا وهي فعلا عدد جلساتها كمان مش بتبقى كتير، طبعا هي بتتحدد عدد الجلسات على حسب الحاله. بس طبعا يعني ايه بتتراوح من جلستين لحد اربع. يعني مش جلسه واقعه. لا طبعا، بس من اول جلسه انت بتحسي بنتيجه. طب حلو. تبقي راضيه عن النتيجه. ده كويس. احنا كده يعني الدكتور قالت لنا معلومات يا رب تكون استفدتوا منها جدا. كمان هي عندها كل الاجهزه وعندها ليزر هير ريموفل وعندها الفراكشنال، كل الحاجات اللي هي قالتها دي موجوده في الكلينك. كمان التيم محترم جدا وفي نظافه، انا مش يعني مش مطلعه اي حد معايا يقدم الخدمات بتاعته، انا دي واثقه فيها جدا وعلى ضمانتي 100%. كمان شغلها مميزه فيه جدا جدا، وهي اصلا عامله ضجه على السوشيال ميديا رهيبه. انا ما رحت شفت الصور قبل وبعد كنت بقول ازاي دي هي دي. كان نفسي اعرض معاكم الصور بس للاسف حلقتنا خلصت. استنونا في حلقات ثانيه والدكتور ان شاء الله تنورنا ثاني وثالث ورابع ونعمل سلسله حلقات سوا. والله نورتينا. ربنا يخليكي يا اروى. وشكرا جدا. شكرا. على كم المعلومات دي. شكرا. ربنا يخليكي. تظهرنا في حلقات جايه ان شاء الله والى اللقاء.